سالم بن عبيد المري على فوز التزام بال السيف المقدم من السيد عتيقة بن حمد بن قريعلي سن الثنايا البكارو. في هذه اللحظات كما تشاهدون هذه الاستعداد جاري انطلاقة الشوط الرئيسي للثنايا القعدان على هبة الاستعداد وجاري التحضير لانطلاقة، وانطلقة بحفظ الله انطلاقة سليمة. انطلق هذا هو الشوط الأول الرئيسي للثنايا القعدان، 21 اسم في هذا الشوط. أتمنى التوفيق لكل الإخوة المشاركين في أول المراكز اللي انتزع المركز الأول. هذا هو في هذه اللحظات هذا شعار السيد سالم بن جبران المري، هذا هو عز الجيش للسيد سالم بن جبران المري في أول المراكز. أما في ثاني المراكز اللي في ثاني المراكز هذا هو الحنيش للسيد ناصر بن محمد بن ناصر الفزيرة في ثاني المراكز. وفي ثالث المراكز الظبي للسيد محمد سعيد بن عبيد المزروعي في ثالث المراكز. أما رابع المراكز اللي تسلل في هذه اللحظات هذا هو الذيب لسيد سالم بن عبيد المري الراعي التزام اللي فايز بالشوط الأول الرئيسي للثنايا بكار. أما في ثالث المراكز والغادمة في هذه اللحظات بكل قوة هذا كما أعتقد أن شعار السيد سعيد بن محمد الصومالي من واقع الشعار للسيد سعيد بن محمد الصومالي ومسميها مهمة، مسميها مهمة يا أبو محمد، هذه مهمة في مهمة صعبة. هذا هو مياس للسيد سعيد بن محمد الصومالي في رابع المراكز. أما في خامس المراكز اللي في خامس المراكز رقم 25 غير مدون عندنا، ولكن خلونا مع عز الجيش للسيد سالم بن جبران المري منتزع المركز الأول ومحافظ على هذا المركز حتى هذه اللحظات. ولكن مياس للسيد سعيد بن محمد الصومالي في ثاني المراكز. أما ثالث المراكز هذا هو شعار السيد سالم بن عبيد بن شيئان المري، سالم بن عبيد المري في ثالث المراكز مع الذيب واللي تسلل في هذه اللحظات اللي غير مدون. اللي تسلل الغير مدون في هذه اللحظات وين؟ ولكن خلونا مع بن جبران مع عز الجيش. عز الجيش للسيد سالم بن جبران المري انتزع المركز الأول وسيطر سيطرة تامة على هذا الشوط وعلى السيف المقدم من السيد عتيق بن حمد بن قريع المري. ولكن الجماعة قادمين، الجماعة قادمين يا أبو جابر، قادمين بكل قوة. السيد في ثاني المراكز ولكن عز الجيش سيطرة تامة على هذا المركز في المركز الأول للثنايا القعدان الشوط الأول الرئيسي. ولكن القادم بكل قوة شاهين للسيد محمد بن ناصر بن طريبيل، هذا هو شعار بن طريبيل في ثاني المراكز. أما في ثالث المراكز مياس للسيد سعيد بن محمد الصومالي. أما رابع المراكز هذا هو شعار سالم بن عبيد مع الذيب في رابع المراكز. وخامس المراكز أعتقد أن هذا شعار فاران بن محمد بن قريع، ولكن خلونا مع عز الجيش للسيد سالم بن جبران المري انتزع المركز الأول وسيطرة تامة. ولكن بن طريبي القادم وسالم بن عبيد قادم. وفي ثالث المراكز هذا هو رقم 15 الصياد للسيد فاران بن عتيق بن قريع المري، هذا هو الصياد في رابع المراكز. أما خامس المراكز رقم 10 الظبي للسيد محمد بن سعيد بن عبيد المزروعي في خامس المراكز. ولكن عز الجيش في أول المراكز وسيطرة تامة للسيد سالم بن جبران المري. أما في ثاني المراكز هذا هو الذيب تعود ملكيته للسيد سالم بن عبيد المري. أما في ثالث المراكز شاهين للسيد محمد بن ناصر بن طريبيل المري، وقادم بكل قوة الظبي للسيد محمد بن عبيد بن سعيد المزروعي، محمد بن سعيد بن عبيد المزروعي في ثالث المراكز في هذه اللحظات مع السيد بريك بن هليل في ثالث
في رابع في ثالث المراكز، ولكن خلونا مع السيطرة سيطرة تامة. هذا هو عز الجيش، عز الجيش للسيد سالم بن جبران. سالم وسالم والسيف منكم مو بسالم في هذه اللحظات. يا سالم ويا سالم، سالم من عبيد في ثاني المراكز، وسالم من جبران في أول المراكز. عز الجيش والذيب، الذيب وعز الجيش، والظبي قادم بكل قوة، الظبي قادم. ولكن سالم بن عبيد يتسلل من الجانب الأيسر، تسلل كما تسللت التماس وانتزعت المركز الأول في الشوط الأول الرئيسي لالتزام الشوط الأول الرئيسي للثنائي قاعد بكار. وهذا هو الذيب، الذيب انتزع المركز الأول، انتزع المركز الأول للسيد سالم بن عبيد المري. أما عز الجيش، عز الجيش وقادم بكل قوة للسيد سالم بن جبران المري. هذا هو عز الجيش في للسيد سالم بن جبران المري، انتزع المركز الأول. والسيف المقدم من السيد عتيق بن حمد بن قريع. أما في ثاني المراكز هذا هو الذيب، ولكن سيطر بن جبران، سيطر على السيف. وكما قلت يا سالم، السيف منكم بسالم في هذه اللحظات، اللي انتزع المركز الأول وانتزع السيف السيد سالم بن جبران المري مع عز الجيش. وعزها عز الجيش، عز الناموس، والناموس يا سالم يا بن جبران على هذا الفوز وعلى هذا الأداء. أما في ثاني مراكز الذيب للسيد سالم بن عبيد المري، ولكن عز الجيش راح بالناموس وراح بالسيف والشوط الأول الرئيسي للثنايا قعدان. ولكن بن عبيد قادم يا بن جبران، بن عبيد قادم، انتبه لبن عبيد. ولكن عز الجيش انتزع المركز الأول وانتزع الناموس وسيطر سيطرة تامة. تهانينا للسيد سالم بن جبران المري على فوز عز الجيش بالمركز الأول والشوط الرئيسي للثنايا قعدان. أما ثاني المراكز اللي هو اللي في ثاني المراكز اللي هو عزيب للسيد سالم بن عبيد المري. التاء في ثالث المراكز الباز للسيد محمد بن ذروة المري. تهانينا والناموس على هذا الفوز. التوقيت الزمني لهذا الشوط 6 دقائق 23 ثانية 41 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.